اللهم احفظ مصر واهلها. فعلا مسلسل حلو الاول، اهلا بيكم مره تانية. مسلسل فعلا حلو، يعني انا في يومين ثلاثة الأجازة دول قعدت أبص كده أشوف المسلسلات، وطبعا أنا مركز جدا بطبيعتي الشخصية يعني مع مسلسل رسالة الإمام وحياة الإمام الشافعي. ليه؟ لأن أنا من الناس اللي تحب المسلسلات التاريخية، الأفلام التاريخية وما إلى ذلك. من أكتر الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها في مسلسل رسالة الإمام هي إيه بقى؟ واحد، هي حياة هذا الرجل وفقه مولانا الإمام الشافعي، ده واحد. اتنين، الإسهام المصري في الفقه الإسلامي، والإسهام المصري في الفقه الإسلامي إسهام شديد العمق وشديد التأثير. طيب الحاجة الثالثة ودي مهمة قوي، هي فكرة إنه الناس رجعت تتفرج على أعمال تاريخية. دايما يجي في مقولة كده تبقى دايما رائجة في أوقات إما من وقت لآخر، يعني يقولك الجمهور عايز كده. الجمهور عايز الحاجة الكويسة، لكنه في النهاية خلص انت ما تتركوش فريسة لأي حاجة وخلاص، اديله حاجة كويسة هتلاقي الناس التفت حواليها وبتشوف. يعني هتيجي تشوف مثلا رسالة الإمام حول سيدنا الإمام الشافعي، هتلاقي الناس قاعدة عمالة بتتابع بغزارة وكثافة غريبة جدا. ادي للناس على صعيد اخر بقى مثلا حفلة لعمر خيرت، الناس تتابع. ادي للناس مش عارف فيلم عامل، الناس هتلاقيها بتتابع. طول ما انت بتدي لهم الحاجة الحلوة الناس عمرها ما هتقول لا، بل بالعكس هتجري عليها، هتجري. طيب انا عايز بالمناسبة اخد اراء من الدعاة واراء من الخطباء، واهم حاجة يكونوا الدعاة والخطباء مش بس اللي فاهمين ومعتمدين ومصريين بالمناسبة، تعليقا على مسألة ازاي هذا المسلسل بدأ يشرح لنا الإسهام المصري في الفقه الإسلامي. خليني هنا أرحب وبشدة بمولانا الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف المصرية. أهلا بك يا شيخ خالد. أهلا وسهلا ومرحبا، وكل سنة وحضرتك بخير وكل مشاهدينك الفاضل بكل خير يا رب. يا رب يخليك يا مولانا. مهم عندي ان انا اسال مولانا على شفت المسلسل ولا لا، وايه اللي لفت نظرك في هذا المسلسل، وبعدين نبقى نكمل كلام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا شفت المسلسل، واذا كان المسلسل بيشرح سيره فقيه الفقهاء وامام الفقهاء وبنسميه من ائمه او امام اهل مصر، اذا ما كانش الشيوخ والدعاه يشوفوه، امال مين اللي هيراجع ومين اللي هيشوفه كدوكيومنتري يقدر يرجع له ويقدر يحفظ الجلساء معاه الدروس والفقه بتاع الامام الشافعي لما يقول له طب ارجع للمسلسل الحلقه الفلانيه. الحقيقه عمل جميل جدا، لافت نظري في حاجات كتير هشرحها لحضرتك واحنا بنتكلم، لكن اهم شيء زي ما حضرتك قلت في المقدمه اللطيفه جدا يعني اللي حضرتك قلتها دلوقتي، ان فعلا اخيرا رجع الناس للكواليتي، رجع الناس للجوده. الناس كانوا دايما يقول لك اصل الناس عايزه كده، فعلا زي ما انت قلت حضرتك تفضلت، لا البضاعه الجيده لما تكون موجوده هتلاقي المصريين كلهم بيقبلوا عليها، وده اللي توفر في مسلسل سيره الامام الشافعي. صحيح. طيب جزء او بالادق انا اظن انه المسلسل مركز جدا على الفتره اللي اقام فيها مولانا الامام الشافعي في مصر، وده كان تقريبا من سنه 199 هجريا. الامام الشافعي ساب العراق وجه على مصر، ويمكن كتير مننا ممكن ما يكونش واخد باله أن فقه الإمام في العراق كان شيء، وعندما أتى إلى مصر تطور وأصبح مش هقول شيء آخر ولكنه أصبح أكثر تطورا. وهنا يجي الدور بتاع التأثير المصري على الفقه الإسلامي. الأول، هل هذا الكلام حق أنه فقه الإمام تطور عندما جاء إلى مصر؟ أحسنت أستاذ يوسف. الإمام الشافعي المولود سنة 150 هجرية والمتوفى 204 هجرية، الحقيقة عمل أنا بسميه الانوفيشن. الانوفيشن اللي عمله ده أو الاختراع اللي عمله ده يعني يعد أنه أعتقد أنه غير مسبوق إن لم تخني الذاكرة في تاريخ الفقه عامة، إن حد يغير فقهه ورأيه تماما من القديم زي ما فعل الإمام الشافعي من القديم إلى الجديد. للأسف أستاذ يوسف أصحاب الخطاب اللي حضرتك عارفه الموجه لرفض كل شيء فيه تقدم وتطور ما تعلموش ثقافة الاختلاف وليس الخلاف. ربنا بيقول ولو شاء ربك، بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. تخيل سبحان الله ربنا يبدو أن من أساسيات خلق الإنسان أن يكون بيننا اختلاف. طب إيه الفرق بين الخلاف والاختلاف أستاذ يوسف؟ الخلاف هو رفض القائل، الاختلاف هو رفض القول. فأصحاب هذه المدرسة بيتوجهوا دايما برسائل مسيسة، وهي معركة لن تنتهي بين المدرستين دول. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما كان في العراق، أدي حضرتك مثل، كان من فقه القديم يرى بعدم جواز أو أن التبن والملح ليس فيهما زكاة، مفيش زكاة على التبن والملح لأنها من المهملات، حاجات عارف حرك زي التراب كده زي الرمل. فلما جه مصر ويعني ماشي في الشارع لقى زحم، فقال لهم إيه الزحام اللي هناك ده؟ قالوا له ده سوق التبن والملح والحاجات. قال لهم سوق التبن؟ ده انتوا عندكم سوق ليه؟ لا، يبقى هنا لا، ده في زكاة على هذه الأموال. تخيل بقى الإمام الشافعي لو كان في عصره فيسبوك ولا انستجرام ولا مواقع التواصل كانوا قالوا عنه إيه؟ ماذا قبض الإمام الشافعي؟ هو غير رأيه وكانوا قطعوا له الفيديوهات بتاعته وكانوا جابوها زي ما بيعملوها بسيادنا المشايخ زورا وبهتانا. فهي معركة ما بين الفكر المتطور والحديث بغير إخلال. على فكرة الناس بتسمع كلمة متطور أستاذ يوسف بتظن إن إحنا عايزين نخلي الصلوات الأربعة اثنين مثلا أو ثلاثة أو لا، هذا ليس صحيحا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمم من يجدد لها أمر دينها. طب التجديد ده هيكون إزاي؟ مع إبقاء الأصل وطريقة التنفيذ بقى تتغير. سفيان الثوري رضي الله عنه المتوفى سنة 160 هجرية يقول إنما العلم الرخصة أما التحريم فيجيده كل أحد. شوف المقولة الجميلة إزاي؟ الله. آه صحيح، حرام الميكروفون اللي حضرتك بتتكلم فيه، حرام الكاميرا، حرام المصنع الكفار، ونقعد نخش بقى في القصص اللي سمعوها لنا لسنوات. إنما سيدنا سفيان الثوري من 160 هجرية رحمه الله يقول إنما العلم الرخصة أما التحريم فيجيده كل أحد. أي حد يقدر يمشي يحرم. نعم. أي حد يقدر يطلع يحرم أي سهل شيء جدا. سهل بسيطة جدا. يعني بسيطة خالص وهذا يمكن اللي طعن فيه أو اللي أصاب فيه الهدف مسلسل رسالة الإمام الشافعي هو منهج الإمام الشافعي. أقول لحضرتك على حاجة دي خدها هدية مني أرجوك. شوف أي حد كده رفض مسلسل رسالة الإمام من أول حلقتين أو أول حلقة يعني شوف الإيفاليويشن اللي بيعمله أو التقييم اللي بيعمله وده ما بيحصلش لأي منتج، يعني ده عمله من أول حلقة وكأنه سبيلبرج يعني. لكن ماشي، هذا التقييم أي اسأل أي حد تعرفه لو لقيته رافض مسلسل رسالة الإمام هتلاقيه دايركت رافض مسلسل الاختيار. إيه ده؟ إيه الصدفة الغريبة دي؟ سبحان الله. جرب كده جرب هتستغرب. له في ذلك حكم. ايه العلاقه بين الاثنين؟ لا دول ابطال دول ولا الممثلين دول ولا هي فكره المنهج، هي موضوع مسيس للاسف. هم عندك مجموعه كده من المدارس اللي منها مدارس دعويه على فكره موجوده، ما بنتكلمش عن السياسيه فقط، مدارس دعويه مخلوطه بالسياسيه واكيد حضرتك فاهمني والمشاهدين فاهمين هذا الكلام. بيرفض من بعيد عشان لو ما تحصل حاجه يقول لك انا يا عم ماليش دعوه انا بتكلم في الموضوع. طيب انا عايز اسال الافاضل اللي رافضين يعني put yourself in other shoes يعني نحط نفسنا مكانهم يلا. طيب هل هناك مغالطه فقهيه في المسلسل؟ يعني هل الامام الشافعي مثلا من فقه الامام الشافعي استاذ يوسف ان حلق اللحيه مكروه في مخالفته للفقهاء كلهم؟ طيب هو ليه الامام الشافعي ظاهر بشخصيته بلحيه كثيفه؟ طب انتوا ما مدحتوش دي ليه؟ لو احنا عايزين او صناع العمل عايزين يعملوا كده كان طلعوا من غير اللحيه وقال لك انه من فقهه انه كذا وان حلق اللحيه مكروه والمكروه ليس حراما. صح. عشان بس نوضح للمشاهدين المساعدات الفقهيه، المكروه ليس حرام، مكروه هو الذي يثاب تاركه ولا ياثم فاعله، ده تعريفه كده ببساطه. فالله ده الشخصيه طلعت بصدق وطلعت بدون تزييف وطلعت بدون، انما الحبكه الدراميه او الاداء الدرامي بيتعمل علشان يضفي شيء من المتعه على اي عمل فني استاذ يوسف. طبيعي. عارف طبعا طبيعي. بغير اخلال الحرفيه هنا بقى لما يجيب لي الامام الشافعي، ودي حاجه هقولها برضو اعتقد ان كتير من المنتقدين ما يعرفوهاش. تعال ناخد شويه ائمه كده يا استاذ يوسف. الحسن البصري متوفى سنة 120 هجرية. الحسن البصري مات عنده 60 سنة. طب سيدنا الإمام أبو حنيفة متوفى 150 مات عنده 70 سنة. طب الليث بن سعد مات عنده 80 سنة متوفى 175 هجرية. طب الإمام مالك مات عنده 85 سنة. طب الثوري سفيان الثوري
متوفى 160، مات عنده 63 سنة. طب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه متوفى 240، مات عنده 75 سنة، إلا الإمام الشافعي. هل حضرتك تتخيل إنه متوفى عنده 54 سنة بس؟ صغير جدا في السن. إذا الشخصية طالعة في الهدف، الفنان خالد النبوي طالع شاب شكله شيك، شكله كويس. هو ليه يا جماعة إحنا عايزين نحافظ على، وهو ده يمكن من أهدافي، أنا شغال دعوة عشان كده. أنا مش جاي بعرف الناس الدعاء والأمور دي موجودة، وسيادنا المشايخ شغالين وربنا يبارك الخير فيه وفي أمتي، والدعاء كتير. إنما لازم الناس تشوف الإمام والخطيب والشيخ والفقيه والعالم في سمت جديد، وشكل شاب وديسنت مان كده، وراجل شيك، راجل كويس. إنما أنت عايز نطلعه عجوز وطلعه أهو. الحمد لله بالصدفة طلع سيدنا الإمام الشافعي عنده 54 سنة رحمه الله، متوفى شاب. فكان اختيار خالد النبوي، الفنان المحترم خالد النبوي اللي بيعترضوا عليه، أصاب يعني كبد الصواب. طب ما حدش اتكلم على الأمور الدقيقة دي ليه؟ يعني في تفاصيل كتير مش عايز أثقل ما سمع حضرتك خالص، بالعكس أنا قاعد مستمتع جدا جدا جدا، يعني حفظك الله فوق التصور. يعني الله يبارك فيك. فالأمور الدرامية لما ربنا يقول مثل ونريه كمشكاة، اوعى تفتكر الله. ان ربنا حاشا لله، اوعى تروح للفكرة ان ربنا يشبه نفسه، حاشا لله. انما دي لاصحاب العقول. لما تطلع شخصية بتعمل مثال للامام الشافعي، اوعى تفتكر ان الفنان خالد النبوي ده هو الامام الشافعي كان بعينه وشعره. لا طبعا، ده اداء درامي يتطلب معاه ممكن يصل انك تحط بيت شعر، زي ما هم ماسكين هذا الامر، وانك تحط بيت شعر ما كانش يثبت 100% قائله الامام الشافعي. بالمناسبه الاحاديث اللي هي النبويه بقى، الاحاديث اللي هي ضعيفه عندنا، الامام ابو حنيفه يقول عنها خير لي من كلام الرجال. يعني فيها ريشه كلام النبي، يمكن يكون حد سمعها من النبي بس ما عندناش تاكد منها فحطيناها في الضعاف. طيب ما عملنا كده مع احاديث ضعيفه، الا نفعل ذلك مع اشعار الشاعر اللي بيدعي الله اعلم؟ على فكره انا ما اعرفش هو قائل هذه الابيات ولا لا، يمكن يكون صحيح هو قائلها ويمكن عكس ذلك. فيما قرأته، لأن أنا وأنا ببحث وأدور لقيت إن الأبيات دي كانت مكتوبة على صفحة يعني على الفيسبوك من 2013. قبل 2013 لم يكن لها وجود. ده يبدو إن الشاعر ده كمان يعني مش هو اللي كاتبها ولا أنا ما أعرفش، لكن خلينا في اللي بنتكلم عنه. إنك تحط بيت شعر، إنك تحط إمام يطلع شكله شيك، إمام يطلع شكله محترم. خلي الشباب بقى يا أستاذ يوسف اللي خارجين الجي او سي والاي او سي والناس دي، خلينا نشوف مشايخ بقى زي مشايخنا الأفاضل الموجودين. الناس لو تعرف، ويمكن فرصة جيدة إن أنا أقول في منبرك المحترم، الناس لو تعرف التجديد اللي وزارة الأوقاف بتقوم بيه محدش هيصدق. إنما هو الحمد لله ديدن العاملين دلوقتي العمل في صمت، الدولة عندنا كلها بتشتغل في صمت. خلي الناس اللي تزعق واللي تقول. طب شيخ خالد، يعني أنا عايز أقول لك على فكرة كده دايرة في بالي، وقد وصححني برضو فيها لو أنا غلطان. أنا بعتقد أنه الناس اللي نازلة في حالة نقد وكأنهم ينهالوا بالسيوف على جسد مسلسل رسالة الإمام، هم متعمدين ده لأنه هم قلقانين من أنه مسلسل زي ده بيهدم كل البناء اللي هم قعدوا يبنوه 50 سنة فاتوا. 50 سنة عاوزين يروجوا لصورة معينة عن المشايخ، 50 سنة عاوزين يروجوا لصورة معينة متعلقة بأحكام فقهية بحد ذاتها، 50 سنة قاعدين بيروجوا لصورة معينة مثلا عن شكل علاقة الدولة بالمؤسسات الدينية أو بالمشايخ والفقهاء وما إلى ذلك. الناس دي بتستشعر خطر حقيقي بسبب مسلسل زي ده، وخوفهم إنه الحكاية تتكرر، ان احنا نلاقي بعد كده في رمضان اللي جاي ويمكن في غير رمضان نلاقي مسلسل مثلا. وانا دايما ادعو الى ده، ان احنا نعمل حاجة عن الفقيه المصري الليث بن سعد رضي الله عنه برضو. يعني انا اعتقد هم قلقانين من الحالة دي، خايفين. طبعا يا فندم انا موافقك 100%، لان عارف اربط لك الحدث ده بحدث اخر. لما كنا في رمضان ايام كورونا، أيوة، وكنا عاملين حملاتنا في الميديا كلها، وبنطلع نقول حتى في حملات كثيرة إعلامية كانت معروفة وأنا شرفت إن أنا شارك فيها، اسمها بيوتنا مساجدنا، علشان نقول للناس يا جماعة في خطر مرض ونصلي في البيوت. صح، بيوتنا مساجدنا. صح. نفس الأشخاص دول طلعوا على مواقعهم وعلى قنواتهم يقول لك وبيقفلوا
ومصر بتحارب الدين والله. يبقى انت زي ما حضرتك تفضلت وقلت، لو عملت مسلسل الامام الشافعي بقى ديدن رمضاني، كل رمضان نعمل ليث بن سعد، نعمل سفيان الثوري، نعمل بقى نطلع الشخصيات التاريخيه العظيمه الاسلاميه اللي عندنا، الناس دي الهيكل اللي بيعملوه من سنوات هيتضرب، لان بقى فيه الامام ده بقى اللي هو الشيخ بتاعهم، ما ينفعش تراجعه، ما ينفعش تناقشه، ما ينفعش تقول له لا ده فيه فقه ممكن يتغير، ما ينفعش يكون الصواب ليه طريقين، هو عنده الصواب طريق واحد. هو عنده الاجماع دليل. في حاجه اسمها التلفيق، وهو انك تاخد تلفيق، دي كلمه مش وحشه يعني، انك تاخد من مذهب ومذهب اخر، تتوضا على الشافعي وتصوم على الحنبلي وتزكي على الحنفي وهكذا. هم ضد ده تماما، يقول لك لا اللي يقولوا ما ولا. طبعا احنا نحترم شيوخنا ونحترم فقهائنا ونحترم علمائنا، انما الصواب متغير. مات رسول الله ودفنت معه العصمه، مات رسول الله ودفنت معه العصمه، فكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، زي كما أشار الإمام الشافعي. صحيح. أخيرا اللي بيعلق على يحاول يصطاد أخطاء ويحاول يطلع أخطاء، الإمام الشافعي زي ما قال شعر، وبعض الناس قعدت تتكلم على هذا الشعر، قال من أبياته الشهيرة: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تحزن إن لم تعط طاعة. أهو البيت ده، فإن خالفتني ولويت أمري، أو في ليها كلمة تانية مذكورة في عدة دواوين يعني مكتوبة عنه. طيب أنت ليه ما قلتش إن الرواية دي غلط؟ لأنه عارف إن الخطأ مستساغ، هو بس عايز يضرب لك في أساس المسلسل، الملابس صح، الديكور، الا الله ما شفناكش واخد اوسكار يا اللي بتنتقد، يعني تعالى بقى يعني طب انت بتتفرج على المسلسلات؟ احنا موافقين. طيب يبقى المسلسلات مباح انك تتفرج عليها ولا ايه؟ طيب حلال اهو، يعني التلفزيون حلال والتمثيل حلال وكل الحاجات دي حلال، وانت بتتفرج ليه؟ طيب احنا موافقين على الضوابط، احنا كلنا موافقين على الضوابط، واكيد حضرتك قبلي موافقين على ضوابط طبعًا. عرض المسلسلات طبعًا. وضوابط هذا الشهر الكريم، وضوابط عدم تضييع وقت العبادات، و احنا موافقين على كل ده، انما ان ترفض حلقه من الحلقه الاولى، مسلسل عفوا، من الحلقه الاولى كده النوايا بانت. لكن الحمد لله ربنا يبارك في صناع العمل. صحيح. انا عجبني جدا لغايه دلوقتي، عجبني الموسيقى حلوه جدا معموله بشكل يعني تراثي راقي جدا. عجبني الديكور، تمثيل الاستاذ خالد النبوي الحقيقه مشرف في هذا المسلسل، تمثيله في شخصيه الامام الشافعي مشرف للاجيال الحاليه، لما شاب يشوف منظر شيخ وهو شاب، جسده متناسق، طريقه كلامه هادئه، ابتسامته لطيفه، الحقيقه ده حاجه حلوه جدا، يعني يا رب شبابنا كلهم يتفرجوا على السماحه، انما التكشير والغضب والحاجات دي ليست من ديننا وليست من فقهنا. مولانا انا عايز اشكرك جدا واقول لك ان انا سعيد ومتشرف ان انا سامع صوتك، واعتقد ان دي يعني كانت مكالمه تليفونيه متاخره نظرا اكيد لخطا مني، فاتمنى ان احنا نعوضها في ايام جايه كتير وسنوات، ربنا يكتب لنا انها تبقى سنوات طويله باذن الله. الله. أشكرك جدا مولانا، كل الشكر ليك، اللهم أمين، كل الشكر لفضيلة الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف.